السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حاله جيده. مرحبا بكم. اليوم غادي نتكلموا على شونجمون بيرمي اون فرانس. فرانشمون الناس اللي غيبدلوا دابا البيرمي عندهم بزار بزاف، لان ماشي بحال شحال هادي، يعني ثاني ما بين الامس واليوم. الامس كان شويه قضيه صعيبه، وكناخذوا رونديفو وكنتسناو بزاف، وعاد 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 كيعطيوك رونديفو ديالك، وكتمشي للبريفكتور وكتسنى عاوتاني الزحام، وسير يقدروا يردوك يجيبوك وكذا وكذا وكذا. اليوم كلشي باغ انترنيت اونلاين، يعني باش عرفوا راسكم محظوظين بزاف بزاف بزاف. اذا على بركه الله ونشرحوا هاد المراحل كيفاش كدوز، ولا نشرح لكم كيفاش دير باغ انترنيت داكشي، وشنو الوريقات اللي غادي يطلبوا لكم كما العاده بخلاصه وبعجاله باش دغيا تفضي عليك الحياه هذه. اذا على بركه الله غندخلو سيت ديال ANTS. كندخليه كتخرج لي واحد لاباج كيقول لك دير فيها الانسكريبسيون ديالك. كدير الانسكريبسيون ديالك، كتعمل المعلومات ديالك، وابري كدير الايميل ديالك، وموراها كيصيفطو لك واحد الفاليداسيون في الايميل ديالك. كتدخل الايميل ديالك كتفاليدي يعني الكونت ديالك، ابري كتدخل لو سيت. ملي كندخل السيت ديال ANTS كنقلب فين كاينه شونجمون دو بيرمي. كتقلب شونجمون دو بيرمي اترونجي، كتدخل ديك الساعه كدير شونجمون اون لين، كتدخل كيعطيوك سبعه ديال المراحل. هاد سبعه المراحل ما محتاجينش دابا نشوفوهم، زعما كنشوف بزاف ديال الناس يخايو ما فهمت هادي زعما راه ساهلين. ما تخافوش والله حتى ساهلين بزاف. سبعه المراحل، هاد سبعه المراحل كل مرحله كيضربوك فيها شي وراق. هاد الورق قلنا نقول لكم شنو خصكم توجدوا، شنو نوجد فهاد الوراق. اما دي كيستيون الاخرين فريمون كاين ساهلين، كيسولوك اسميتك هكذا هكذا هكذا، واش عندك شي مشكل في البيرمي، واش كذا. المهم داكشي عادي وسهل، ما صعيبش بزاف. اذا بالنسبه المهم كما قلت لكم بالنسبه للمرحله الاولى، يعني ليطاب الاولى كتكون فيها فقط المعلومات ديالك فقط، عاديه جدا، يعني داكشي ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وغادي المرحله الثانيه كيب المهم غادي داكشي عادي بزاف. الوغ بالنسبه للوثائق اللي غادي يطلبوا لك في هاد السبعه ديال المراحل هما هادو. اول حاجه عندنا البيرمي ديالك اللي خصك تكون سكانيه ريكتو فيرسو، يعني تكون سكانيه يعني بكولور سكانيه. البيرمي ديالك ربما كان شي موريتانيا ولا شي واحد ما عرفتش، جو سي با، يكون دو ماشي دوله ما نعرف. تقريبا دابا ولاو كل جميع الدول تقريبا بحال، يعني كان بحال هادي المغربي ماشي هو الجزائري كذا وكذا وكذا، دابا لا في شونجمون بيرمي اون لين تقريبا كنتشابهو بزاف. اذا الا كان البيرمي ديالك غير مكتوب بالانجليزيه او لا مكتوب بالعربيه، فهاد الحاله خصو يكون البيرمي ديالك مترجم. هادي مهمه، هادي معلومه دفتها وصافي. الوغ مور البيرمي غيطلبوا ليا جوستيفيكاتيف دو يعني ديدونتيتي ديالك، يعني كدير حساب شنو عندك انت، واش عندك فيزا ولا عندك كارت دو سيجور ولا عندك ريسيبيسي. كديروا ديك الساعه كدير لو كتسكان، بغيت نقول لكم فوتوكوبي لا، كتسكانيه وكتيليشارجي هذيك الساعه. فهذيك ليطاب اللي غيطلب لك جوستيفيكاتيف ديال ديدونتيتي ديالك، دونك هذه ورقه. الورقه الثانيه هي جوستيفيكاتيف دوميسيل، يعني كتكون اما فاكتور ديال الضوء ديال الماء ديال الغاز ديال الكرا ديال التليفون، وديال التليفون بشحال هادي ما كانش ودابا هي تزاد ديال التليفون. دونك الا كانت عندك ديال التليفون راه سا مارش تري 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 بيان. تنعرف بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش جوستيفيكاتيف دوميسيل، فهموا مزيان، ولكن دخل التليفون سميتو ها هو حشاها. دونك ها هو دا تيما تيقول لك انا نبرقم وانت ولا وانتم فهموا. المهم ما بغيتش نمشي بعيد بزاف هذا الموضوع هذا باش ما عرفت. دونك ها القوالب، هادو شو القوالب الناس اللي ما عندهمش جوستيفيكاتيف دوميسيل. الوغ ثم الا ما كانش عندك جوستيفيكاتيف دوميسيل كان يطلبوا لك اتيستاسيون ديال البوجمون، يعني ديال شكون اللي مسكنك، ويطلبوا لك فاش فوتوكوبي كتسكاني كتكتبها وكتسكانيها وكتسكاني معها يعني لا كارت ديدونتيتي ديال هذيك اللي ديالك بوجمون. فهاد الحاله هذه فهاديك ليطاب واخا الثالثه للرابعه مي غادي تيليشارجي هاد القضيه هادي. وانت عندك ما عندكش جوستيفيكاتيف دوميسيل، عندك هادشي ديال البوجمون، ما غاديش تلقى فين غاتسكنيها تيليشارجيها. غاتهبط لتحت بقى غادي طقطق تهبط لتحت كاع، وغاتلقى واحد البلوس خضراء، يعني كاين شي حاجه يعني كاين شي وثيقه بغيتي تضيفها تتقلب عليها يعني كتزيدها، وكدير بلوس كتقلب كتاتيستاسيون بوجمون كتضيفها، عاوتاني كتزيد
هدف اني كوبي دون كوب ديال ليدونتيتي ديال البورجمون ديال لي ديال لي بورجمون وكتدخلهم جوجهم وكتشارجي ديك الساعه كتدخل كتشارجي هاد لي بياس ديال هذاك اللي دار لك البورجمون. دونك فوالا كنتمنى تكونوا فهمتوها، في حال ما فهمتيهاش خوك في الدمه سول فيا في انستغرام اولا في الفيسبوك. المهم ما عليناش، ثم عندي واحد المرحله ديال طوق يقول لك تامبر، يعني نورمالمون كتدخل فرنسا. دابا نتوما كتدخلوا فرنسا كتفاليديو الفيزا ديالكم في اليومين الاولى او الثلاث ايام الاولى كتفاليدي الفيزا. اوغوزمون ماشي بحالنا حنا كنطلبوا لنا الطومبو لوفي، دونك نورمالمون دابا دخلتي قلبتي على الوثائق يقول لك الطومبو ديال لوفي ولا لا فينيت ديال لوفي. دابا انت لا ما محتاج هادشي. دونك شنو محتاج؟ محتاج فقط انك من شريتي التنبر، داك هو الجوستيفيكاتيف ديالك ديال اللي عطيتيهم، هو التنبر كتسكانيه كتسيبط لهم او بلا الا ما كانش عندك حتى التنبر قادر لو ريفيرونس ديالو وصافي فوالا. دونك انت ناضي بالنسبه للقضيه ديال التامبر، يعني مزيانه القضيه راه غاده من برا. ثم غادي يطلبوا لكم تصاور اللي كدو اللي كت اللي خصك تسني عليهم، يعني واحد التصاور كيتسناو نورمالمون الكونجوان ديالك غادي يكون عارف شنو قصد بالتصاور اللي كيتسناو عليهم. ثم اخر ورقه اللي يطلبوها لك اللي غادي تقدر تطلبها في لي زيتاب اللي هي سيرتيفيكا دو اوثنتيسيتي. سيرتيفيكا دو اوثنتيسيتي نورمالمون خصك تجيبها معاك من البلاد، انا كنت جبتها معايا ومات ليا بما انني ذكرت هذا الموضوع هذا. نعاود نقول لكم كيفاش درت، عيطت لصاحبي قلت له سير اخويا طرافو بيبليك وجيب لي واحد اخر. شحال واحد كيهضر معايا كيقول لي اخويا مات لي سيرتيفيكا دو اوثنتيسيتي شنو غادي ندير؟ ما عندك ما ندير، ما تخافش عيط لصاحبك سير اصاحبي غادي يجيبها لك بلاد اون كاو عكسو معاه في طرافو بيبليك. ديك الساعه كتصيفط له شي ورقه ولا كتسنيها وكتقول له انا داير له الوكاله لفلان بن فلان يا مسخط عطيو له الورقه باسكو دي فوا كيزيدو فيها. انا فريمون لو صيفطتي صاحبك ولا شي واحد من لي زامي ديالك عنده لسان بلا ما تعذب والديك مثلا، ما تعذبش له. انا ما كنتش كنبغي نعذب، انا شخصيا ما كنبغيش نعذب الوالده ديالي. كنصيفط لواحد صاحبي شي شويه كيعرف يهضر تبارك الله عليه، دونك كيمشي كيكجم دونك طق طق. راكم عارفين انا دائما نشوف كنعطي الفيديو وميم طو كنوصل لكم دي ميساج. اوكي الخوت، دونك كانت السيرتيفيكا ديال اوثنتيسيتي كما قلت لكم تكون قبل 6 شهور ونورمالمون نتوما ما غاديش تكون مات لكم لحقاش دفعتو في الاول. انا كانت مات لي لحقاش وقع لي مشكل في لوفي خصني نستنى لوفي كذا كذا كذا، وهذه حريره وحده اخرى نتوما تهنيتو منها حتى بالنسبه لوفي. الوغ شنو بقات لنا اخر حاجه؟ الناس الفوت اللي كندرت انا خوكم دارو اللي هو كان عندي البوالوغ، كان عندي مثلا البريمي ديال الكاميون وديال ديال 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 الكارو ديال التخربيق، وخصني نورمالمون باش يتفاليداو لي هاد البريميات هادو خصني ندفع لا فيزيت ميديكال، وانا سيتي ما دفعتش لا فيزيت ميديكال وبقات. المهم تعطلوا عليا تقريبا انا شي عام عاد خرج لي البريمي. المهم كانوا صيفطوا عليا ميساج قالوا لي الا ما صيفطيناش لا فيزيت ميديكال في مده ديال شهرين باي باي البريمي ديالك. مي فوالا، دونك نتوما الا عندك البوالوغ بالاحسن تكون موجد لا فيزيت ميديكال باش ابخي متسكانيها صيفطها لهم. اوكي او ابخي سي بون، هادو هما الورق اللي غادي يطلبوا لك، هادو هما الورق اللي غادي يطلبوا لك في هاد لي زيتاب. مازال ما سالتش ورقه وحده بقات، غادي يطلبوهم كتيليشارجاهم كتدخلهم كتصيفطهم، يعني كيتيليشارجاو نورمال. بقات لنا طق طق طق، مي كتسالي سي بون كتفاليدي هادشي كامل كتفاليديه، كتجي اخر مرحله اللي هي فورمولير ديال البيرمي ديال شونجمون دو بيرمي. هنا هذا ما كتيليشارجيش وما كديرو لا فوتوكوبي لا والو، كتجبدو يعني من لو سيت خصك تيليشارجي، يعني كتيليشارجي كتجبدو عندك كتعمرو كتلصق فيه تسؤالة كتسنيه بيديك وكتطويه وكديرو في بريه وكتصيفطو لادريس اللي ديجا عندك انديكي، يعني راه عاطينك لادريس على حساب كل واحد فين كيبغي نورمال فين انت نورمالمون. ما عرفتش لادريس، المهم غتلقاو لادريس في هذيك الورقه وكتصيفط ديك الساعه البيرمي ديالك باردون كتصيفط ديك الساعه سميتو الفورمولير ديك لادريس بوحدو، فورمولير بوحدو ما معاه حتى شي حاجه واحده اخرى، ما تزيد معاه لا تصوره واحده تلصقها فيه، ما تزيد معاه حتى شي جوستيفيكاتيف. ربما شي واحد يبغي يزيد شي حاجه ما تزيدش معاه، راه وقعت شي ناس زادوا شي حاجه ردوا لهم الدوسي ديالهم ما تزيد فيه حتى شي لعبه، كطويه وكتصيفطو لهم
ومن بعد كيعاود سي بون كيخرج لك البريمي ديالك كيعاودو يقولو لك هاد البريمي ديالك هذا خرج صيفطنا البريمي ديالك دونك هادشي كامل يعني ساهل ما صعيبش وحلتو فشي حاجه ما كاين حتى شي مشكل خوكم سولو فيا ما كاين حتى شي مشكل نقدر نساعدكم في هاد الامور هادي دونك اخوان ديالي ما تنساوش تابوناو عند خوكم كتشجع شجعوا خوكم اي تعليق خليوه يعني اي سؤال خليوه في التعليق يا با دو بروبليم خوكم انايا تهلا فراسكم و بون كوراج السلام عليكم.